sur la page de Tarsana. Voici le titre Kathur عن تطبيع بعض الدول العربية وتعزيز علاقاتها مع تل أبيب، ساد الانطباع لدى الرأي العام العربي أن كل الحكومات العربية باتت تتهافت وتتسابق على الخيانة والتعاون مع دولة الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وظهر إحساس عام عند الشعوب العربية والإسلامية أن كل حكوماتهم أصبحت منحطة، بما أننا في زمن المصالح وأنه لم يعد هناك أي محفز عقائدي، إلا أن هذه الصورة لا تعكس الواقع. الحقيقة أننا سنجد القليل من الدول العربية والإسلامية التي تتقرب من إسرائيل، وحتى هذه الدول التي أصبحت اليوم في الصف الإسرائيلي، فحكوماتها تتصرف من دون أي مرجعيات شعبية. من الملفت أنه في قائمة الدول المطبعة لا يوجد أي حكومة مستندة إلى أسس ديمقراطية ما معناه أن هذه الأنظمة لا تبني سياساتها على توجهات ومطالب شعوبها بل على مصالح النخب الحاكمة أو الاقتصادية القليل فقط من السلطات تتجرأ رسميا أمام شعبها وتعلن اصطفافها مع الدولة العبرية على الأقل بحجة مواجهة إيران منها البحرين والإمارات والمغرب. وهنالك أيضا دول لم تدعم إسرائيل فعليا ولكنها أقامت علاقات معها كالسودان وقطر كما يوجد دولتين وقعت اتفاقية سلام مع تل أبيب بعد أن حاربتها لسنوات عديدة هما مصر والأردن. في المقابل الدول والشعوب التي تحالفت لتشكل ما بات معروفا بمحور المقاومة هي أيضا قليلة ولكنها تعاظمت وأصبحت ذات اليد العليا وهي من تسيطر عسكريا وعقائديا وتملك قدره المبادره فبعد ان كان مفهوم المقاومه محصورا بحركات التحرر في فلسطين ولبنان امتد ليشمل اليوم فصائلا جديده ودولا وازده ما معناه انه بعد ان كانت مقاومه المشروع الصهيوني منحسره في حماس والجهاد الاسلامي في فلسطين وحزب الله في لبنان اصبحت اليوم شأنا يخص الحشد الشعبي في العراق وانصار الله في اليمن ناهيك عن الفصائل الحليفه الوافده الى سوريا كلواء الفاطميون الافغان او عصائب اهل الحق العراقيه ووحدات قتاليه اقل حضورا كنسور الزوبعه التابعين لحزب قومي لبناني وغيرهم الكثير ممن عرفوا معموديه النار في سوريا وهم متعطشون لقتال اسرائيل بدافع عقيدتهم الجهاديه الاسلاميه او الفدائيه العروبيه علاوه على ان كل هذه القوى تتمحور حول دولتين قويتين هما سوريا وايران وهي تسخر لهذه المقاومات امكانات رسميه وثقيله على كل الاصعده ويوجد ايضا دول عربيه واسلاميه ان لم تكن في محور المقاومه فهي على الاقل في محور الممانعه اي انها ترفض التطبيع رفضا قاطعا وهي راسخه في هذه الممانعه منذ الاول ابرز هذه الدول هي دوله الجزائر الوفيه دوله حكومه وشعبا الجزائر ما زالت تدعم القضية الفلسطينية في كل مواقفها، ولم تتخلى عن علاقاتها مع سوريا، ولم تتخذ يوما سياسة معادية ضد المقاومة أو دعم إيران لهذه المقاومات. الجزائر واقفة ضد التوغل الصهيوني في أفريقيا. وحافظت الجزائر على هذه المواقف بالرغم من الضغوطات والإغراءات السعودية والإماراتية والقطرية لكنها لم تنسى أنها كانت أول ضحية لهذه السياسات الهدامة الصهيو داعشية في التسعينيات من القرن الماضي العرب لم ينسوا وإسرائيل لم تنسى كيف تصدت طائرات الميج 25 الجزائريه وردعت غاره جويه اسرائيليه كانت تستهدف مؤتمر لمنظمه التحرير الفلسطينيه في عهد ياسر عرفات في عام 1988 او مشاركتها الفعليه في الحروب العربيه الاسرائيليه في الماضي. لا شك ان مواقف الجزائر من قضايا المركزيه للامه العربيه هي ما وضعها في خانة الاستهداف الدائم من الغرب وخاصة فرنسا، إلى جانب الأطماع في ثرواتها. الآن، وبعيداً عن تحليلاتي الخاصة، لنرى كيف يرى حزب الله اللبناني الجزائر ودورها، وهو يعتبر رأس الحربة في محور المقاومة. من خلال المقابله التلفزيونيه التي أشرتها قناه العالم مع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تم سؤال السيد حسن عن تقييمه لمواقف الجزائر فيما يخص الملفات الاتيه. هذا موقف طبعا مشكور جدا وهذا هو المتوقع من دوله الجزائر اللي عم تحاول لا ترجع تحضر بشكل جيد. بالموضوع الفلسطيني عنوان القمة التي اختار وبالتالي عم تحرج بقية الدول العربية يعني إنه عنوان القمة بدها تعطيه لفلسطين جهد اللي عم تبذله لتجمع عاود الفصائل الفلسطينية والوفود اللي راحت على الجزائر وبدأت لقاءات من هذا النوع يعني نحن نشهد عودة ما هلا ان شاء الله بتكون واسعة وكبيرة لدولة مهمة ومؤثرة في العالم العربي اسمها الجزائر على الملف الفلسطيني وعن مواقف الجزائر من التحاق إسرائيل بالاتحاد الإفريقي آه موقفها بموضوع الاتحاد الأفريقي موقف عظيم و... ويبنى عليه وعن مواقف الجزائر من عودة سوريا للجامعة العربية طبعا الجهد اللي عم تبذله الجزائر حتى في موضوع سوريا وإعادة ترتيب العلاقات وعودة سوريا إلى جلع. جامعة الدول العربية كمان موقف مم. مهم وكبير لا. وعن افق التطبيع العربي مع اسرائيل. هذا يعني انه بعد في كتير خير، اما في الشعوب انا شخصيا بحب اقول لك هذا التطبيع تبع اسرائيل هذا هذا ما بيمشي يعني الدليل آه هذا مصر والاردن هذا تطبيع بصير بالاذاعات وبالتلفزيونات وبالفضائيات وبالجيوش الالكترونيه. م. اما عند الناس الحقيقيين العاديين الشعوب الحقيقيه على امتداد العالم العربي والاسلامي هذا وهم وخيال لا. وما بيحصلوا منه شيء.